هنا حضرتك تقصد ان احنا بنتكلم عن تمثيل للمجتمع من خلال هذه المؤسسات ومش من خلال مشاركة مباشرة من المواطنين على سبيل المثال. شوفي، خليني اقول لحضرتك، اللي هيختار هو مجلس النواب، وهو عنده آليات وعنده وسائله في الاختيار، وفي اختيار المندوبين وفي تحديدهم وفي التواصل مع المؤسسات. من تجارب سابقة قبل كده في العشرية الأولى من القرن الحالي، كانت بتتم المسألة من خلال التعامل مع المؤسسات عشان المؤسسات ترشح، أو انتقاء شخصيات عامة بعينها، لأن في ممكن شخصيات عامة تيجي من خارج المؤسسات دي، فالتعامل مع شخصيات عامة ودعوتها بشكل مباشر. القصد إنه في تنوع في الأساليب وفي الوسائل بتاعة الاختيار، إنما المؤكد إنها بتراعي القاعدة الأساسية، كيف تستطيع أن تدير حوارا يعبر عن توجهات المجتمع كله. التوجهات مش بس المؤسسات دي، كمان في الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية معروف إنها عندها تنوع في الرأي، وممكن يكون في أحزاب لديها آراء في مواد معينة في صياغات معينة، إنما المؤكد إنه الحوار مش هيدور مرة تانية نعدل ولا ما نعدلش، خلاص المرحلة دي خلصت، مرحلة إن إحنا محتاجين نعدل انتهت. إحنا الحوار هيدور على هنعدل إزاي؟ إيه المواد الخاضعة للتعديل؟ إيه الآراء اللي فيها؟ إيه أفضل الأشكال اللي المفروض ان احنا نوصل لها في صياغتها؟ هنا ده دور البرلمان لوضع معايير اختيار مين هيشارك في الحوار المجتمعي او جلسات الاستماع. بالظبط، ده دور البرلمان، وما اعتقدش ان البرلمان المصري هيغامر ويضع قواعد غير عادله. اعتقد مش هيغامر بحاجه زي كده. اللي انا متاكد منه، اصل انت شوفي يا استاذه لما، انت في حاله تحدي. في حمله معموله عليكي، حمله انا مش هوصفها مغرضه ولا صحيحه، مش هوصف الكلام ده، انما المؤكد انها حمله كارهه لان يحدث تغيير في المجتمع المصري، بس تغيير في اطار المؤسسات. ما هو ده الفرق، انك عايزه تطوري المؤسسات المصريه، وعايزه تطوري الواقع المصري، وعايزه يبقى عندك ادوات افضل في التعامل مع الواقع المصري. في حمله استهدافها الاساسي انه يعرقلك ده، انه يمنعك من ده. الحمله دي بتراهن على شوية حاجات من اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي، ما يبقاش التمثيل ملائم، يبقى في استبعاد لناس، ننتقي اتجاه واحد، ندي الكلام لاتجاه واحد. أنا أعتقد إن ده يعني مش أعتقد يعني لن أراهن على إن في حد ممكن يغلط الغلطة دي. بالعكس، البرلمان المصري يسعى في تقديري الشخصي من خلال متابعتي للأيام الأخيرة دي، بيسعى لأنه يكون عنده تعبير جيد عن وجهات النظر وعن تعدد الآراء وعن تنوع الآراء كمان. ممكن جهات تانية يا أستاذ حازم أو ليها الحق في عمل حوار مجتمعي، ولا ده حق أصيل للبرلمان واختصاص من اختصاصات الأصيلة للبرلمان المصري؟ لا، ممكن طبعا. شوفي، الحوار الذي سيثمر عن صياغات وعن أفكار، ده اللي بيتم داخل البرلمان من خلال القنوات اللي حددها الدستور. ما هو برضه خدي بالك، واحنا حتى واحنا بنعدل الدستور بنعدل الدستور وفقا لآليات الدستور، وهي دي المسألة الأساسية. انك لما بتحبي تعملي تطوير في المجتمع، بتعملي تطوير المجتمع من خلال مؤسساته ومن خلال تشريعاته ومن خلال دستوره، هي دي الفكرة الأساسية. فالجهة المعنية بهذا الأمر هو البرلمان، بس ده ما يمنعش إطلاقا انه النقابات ممكن تعمل ندوات وتناقش الموضوع، ليه لا؟ الصحف يكتب فيها مقالات رأي مختلفة، تطرح أفكارها حول كيفية تطوير الدستور. المنظمات المجتمع المدني يبقى لها رأي في إيه أفضل الصياغات اللي ممكن إنها نستخدمها في التعديلات الدستورية. هنا أدوات الحوار بتتسع وبتزيد وبتشمل المجتمع أكتر، بس بيظل في النهاية الجزء الرسمي في الموضوع هو المتعلق بالبرلمان. لكن أيضا زي ما كنا بنتكلم من شوية، المناقشة للجميع والقرار للأغلبية مع احترام الأقلية، أيضا تظل المناقشة للجميع بس القرار للجهة الرسمية المعنية بتنظيم القصد من كل ده يا أستاذة لمع، واللي لازم نقره جميعا، أن تتيح للناس حق المناقشة حتى تحترم الناس القرار في النهاية. ده الأصل في الموضوع. لو اديت الناس فرصة للتعبير عن الرأي، وده المفترض هيحصل في الحوار، كيف نعدل أفضل الصياغات، أفضل الأفكار إلى آخره، اللجوء في النهاية إلى رأي الناس، رأي الناس في التصويت.